تمام، بسم الله. احنا هنكمل بنفس الطريقة زي الأسابيع اللي فاتت. هنجاوب على الحالات اللي احنا حطيناها الأسبوع ده as a quiz cases. الحالات كلها الأسبوع ده كانت الشوانوما مع نيوروفايبروما، هما البناين نيرف سيستيومر سواء في البريفرال نيرف أو في الكرينيال نيرفس. الشوانوما تيجي أكتر في الكرينيال نيرفس، النيوروفايبروما تيجي أكتر في البريفرال نيرفس. بتطلع منين؟ بتطلع من التروان سيلز اللي هي مسؤولة ان هي تعمل المايلين كفرنج النيرفس. وبالتالي هي في جنرال كرايتيريا ليها بتبقى ويل ديفايند، بتديسبليس مش بتنفيد الاستراكشرز اللي حواليها. ممكن يكون جواها سيست او فاتي كومبوننت، او حتى في ميلانوتيك شوانوما ممكن يكون جواها هيمرج، ممكن ايفن يكون تكون كالسيفايد يعني فيها كالسيفيكيشن وان كان ده رير. طيب اي كرينيال نيرف ممكن يبقى افكتد فيما عدا الاوبتيك والاولفاكتوري نيرف، دول ما عندهمش شيتس اصلا، ما عندهمش شيت في 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 شوانسر. الشوانوما تيجي اكتر في السنسر نيرفس والبيور موتور نيرفس ريلت تبقى انفيدد، وان كان الهايبوجلوسال شوانوما حاجه معروفه وبتيجي يعني، بس اكتر مع الـ مع الـ مع السنتر نيرفس. اكتر حاجه تيجي ترايجيمنال، الترايجيمنال شوانوما هي ترايجيمنال والفيلشل هم الموست كومن نيرف اللي افكتد. طيب لما يكون عندنا مالتيبل شوانوما دول يشخصوا معانا نيوروفارماتوس تايب 2، يبقى اذا الشوانوما تيجي لوحدها سبوراندك وتيجي مع الان اف 2. لما تيجي مع ال NF2 الكرينيا نيرفس اللي تبقى افكتد بيبقوا اكتر من واحد اكيد، وممكن كمان كرينيا نيرفس اللي هو اللي تبقى افكتد زي الاوكلوموتور مثلا بنلاقيها افكتد مع ال NF2. بايلاترال فيستيبولار شوانوما يشخصوا NF2، يعني دي من الحاجات اللي معروفه. لما نلقى شوانوما لازم ندور على بقيه الحاجات، ندور على منجوما، ندور على بندايموما اللي هي بقيه الايه الميسمي. طب هنبدا نشوف الحالات دي هايبوجلوسال شوانوما. وهايبوجلوسال من جاجلر، انتوا عارفين الهايبوجلوسال نيرف ما بيطلع من البرين ستيم بيمشي في السيسترن، وبعد كده يعدي في الهايبوجلوسال كانال، وبعد كده يمشي مع بقيه النيرفس جزء منه في الكاروتيد ليزر. تمام، فدي دي دي بس نقطه مهمه، لانه في بعض الزملاء وصفوها على انها جاجلر، على انها في الجاجلر فورامن. هنرجع للوصف بتاعها، لكن ده مراجعه اناتوم ان دي الهايبوجلوسال كانال ودي الجاجولار ودي الجاجولار فوسطى او الجاجولار فورم. فمهم ان احنا نبقى دي الهايبوجلوسال كانال اللي بيعدي فيها الهايبوجلوسال نيرف، وهنا ده الايجلز اللي هو الامريكان ايجلز، ده دي هنا كده الهايبوجلوسال كانال، دي الجاجولار فورم. فيجب ان احنا نبقى عارفين. طبعا لما بيبقى الليزن كبير بهذا الشكل اوقات بيبقى ان احنا نقول سبيسيفيك لوكاليزيشن بيبقى شويه صعب. دي ماس كبيره بالسيجنال باترن اللي موجوده فيها، السيجنال بتاعتها في التي 2 بريدومينتلي هايبر انتنس سيجنال في التي 2، علشان المين ديفرنشال دايجنوزيس للشوانوما بوجه عام هي المننجيوم. والسيجنال في التي 2 من الحاجات اللي اوقات بتساعدنا في التفرقه بين الاثنين. طبعا حاجه ثانيه تساعدنا في التفرقه بين الاثنين هو الفيكتور اوف سبريد، او ان المننجيوم بتبقى ديورال بيزد لكن الشوانوما بتبقى ماشيه مع نيرف. اوكي، فاذا دي هايبوجلوسال شوانوما ودي باثولوجيكال بروفن شوانوما. السكند كيس دي كيس لطيفه، وعشان كده انا طلبت ان احنا نقول كل الفايندنج اللي موجوده في الكيس، لان كيس زي دي فيها فايندنج كتير. طبعا دي اجابتها از اسبوت دايجنوزس ان اف 2 على طول، دي ان اف 2. ليه بقى احنا عندنا ايه؟ عندنا الاتي، عندنا اول حاجه دينيرفيشن او كرونيك دينيرفيشن في الرايت هيميتانج، ده يقول لنا انه الهايبوجلوسال نيرف على الرايت سايد افكت. دي اول ملحوظه. عندنا ايه تاني؟ سوري، عندنا ايه تاني؟ عندنا اكتر من نيرف هنا افكتد. هنا عندنا النيرفز اللي هي في الكاروتيد ليز اللي هي 9 و10 و11 اللي بيعدوا في الكاروتيد ليز، غالبا هنا هيبقى 9 و11 فيهم نيوروفايبروماز او فيهم شوانوماز، غير طبعا اللي موجود عندنا في البرين. دي الهايبوجلوسال كانال، دي الهايبوجلوسال كانال وفيها الثيكنينج والانهانسمنت بتاع الابنورمال ثيكنينج والانهانسمنت في النيرف، فدي الهايبوجلوستال شوانوما. عندنا كمان
انهانسد ليجن في الكافيرنس ساينس موستلي من اليوم. تمام، انهانسد ليجن في الكافيرنس ساينس موستلي من اليوم. عندنا البايلاترال فيستيبولار شوانوما اللي احنا متفقين ان دول يشخصوا لنا ان اف 2 ماشي، ودي تاني الهايبوجلوسال والليجنز اللي موجودين في الـ في الـ في الباراسباينال في الـ في الـ في الـ دي غالبا ابر دورسال دي 1 او دي 2. النيرف فيه كمان نيوروفايبروما او شوانوما، اذا ده يشخص على طول ان اف 2 نيوروفايبروماتوزس تايب 2. لما نلقى بايلاترال فيستيبولار شوانوما مع منينجيوماز مع بايلاترال فيستيبولار شوانوماز بهذا الشكل مع منينجيوما مع شوانوماز موجوده في النيرف سواء الكرينيال او الباراسباينال نيرفز، على طول ده يشخص معانا ان اف 2. اوكي، دي السكند كيس. الثيرد كيس دي لطيفه جدا طبعا، اول لما هنشوفها هنقول انه ده ليجن سنترد على الترايجمنال نيرف، بس المفروض ان احنا نراجع الوصف ده، نرجع لورا شويه ونراجع الوصف ده حاجه بسيطه. ليه؟ لانه الترايجمنال نيرف ما يعني اللي هو الفيكتور اوف سبريد بتاعه بيبقى كده، بيبقى مور انتيريور، ما بيبقاش اوبليك بهذا الشكل. وان كان اوكي ماشي، دي نقطه. النقطه الثانيه السيجنال باترن بتاعتها، السيجنال باترن بتاعتها لو في تي 2 انترميديت لو في تي 2 تقريبا هي والبرين ستيم نفس السيجنال باترن. اوكي، هوموجينيوس انهانس، بس فيها حاجه دي اكستندنج الونج المانديبولار نيرف ونازله من الفورامين اوفال، فاحنا هنقول ان هي دي ماشيه مع النيرف. فهنا في عندنا حاجات وذر شوانوما وحاجات وذر من اليوم. السيجنال في التي 2 وذر من اليوم، الفيكتور اوف سبريد وذر من اليوم. لكن كونها ماشيه مع الترايجمنال بهذا الشكل دي وذر شوانوما، ودي النقطه، هي دي الباثولوجيكال بروفن من اليوم، يعني دي الباثولوجي بتاعها طلع في الاخر من اليوم. تمام، طيب دي 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 حاطين الحاله دي في وسط الحالات بتاعه الشوانوما ليه؟ عشان نقول لما تبقى شاكك حط الاثنين ديفرنشال دايجنوستس. اوكي، ما يعني اللي هو النقطه الثانيه المنينجيوما كان سبريد برينيور، دي الحاله مثلا رقم 3 أو 4 اللي اشوفها منينجيوما وماشيه على النيرف، فاحنا عشان نقول انه عشان هي ماشيه مع النيرف ما تنفعش منينجيوما ولازم تكون شوانوما، لا ابدا. المنينجيوما صحيح رير من كل المنجومات اللي شفناها، صحيح رير، لكن ممكن كمان المنجومه تسبريد بيري نيور ماشي. فدي دي دي تاني نقطه مهمه، دي الحاله دي باثولوجيكال بروفن منينجيوم. الحاله رقم 4 دي حاله لطيفه جدا، العيان ده كان بيشتكي بنمبرس في الفيس على الليفت سايد، وجي عمل ام ار برين عادي خالص واتكتب نورمال ما فيهوش حاجه خالص، وفي الحقيقه على مستوى الفحص اللي كان معمول او يتكتب نور مش مشكله. طيب لما العيان رجع تاني في الفصاي دول اللي هم برايت سيجنال في التي في الـ في الوايت ماتر كان عنده اكتر من واحده زي كده، ودول هم اتكتبهم، ودي مايلونيزيان فيرسس فاسكولايتس وحاجات زي كده، بس لما الكلينيشن رجعه تاني وقال شاكك في ترايجمنال افكشن او في ترايجمنال نورالجي، اتعمل له بقى الفحص المظبوط. ودي كان في حاله تانيه برضو فيستيبلو كوكلر كان نفسي قوي احطها لكم معاه، اللي هو الفاليو اوف سيس، عيان بيجي بيشتكي بكرينيال نيرف افكشن لازم نعمل له سيس. اكشوال انا ثبتت السيس في الفحص الروتين بتاعي، يعني ما العيان اشتكى بقى ولا ما اشتكاش، ولا احنا فسرنا شكوته ان دي كرينيال نيرفس او لا، دي نثبته فيه، لانه في الحقيقه هايل جدا في ان هو يشوف الكرينيال نيرفس. بتقدر تشوف الكرينيال واحد واحد وتشوف الفاسكولار ريليشن للكرينيال نيرف والفاسكولار لوب والكلام ده، بتشوفه حلو جدا. طب احنا هنا عندنا ايه؟ عندنا النيرف اللي هو المانديبولار نيرف عند الفورامين اوفال، اوكي؟ ومكمل كمان مكمل عند الفورامين روتاندم، لكن هو مين اللي عند الفورامين اوفال؟ اوكي؟ سكند جدا، وفي مايس لايك ليجن، شايفين في مايس لايك ليجن ومكمل عند الفرامن اوفال، اذا دي مانديبولار شوانوما. اوكي، اذا دي مانديبولار شوانوما، محتاجين بقى نعمل بوست كونتراست، هو الترجو بلاتين فصه كويس ما فيهوش مشكله.
محتاجين ممكن نعمل بص كونتراست او احنا ممكن نشخصها لحد كده. اوكي ان ده المانديبولار نيرف في ماس لايكلي ان في سيكننج، وطبعا لو عملنا كونتراست كانت هتبقى انهانسد. فدي مانديبولار شوانوم، ودي ماس لايكلي ان مشاكلها نيورايتس. ما فيش انذر ماسز، يعني ما كملنا دورنا كويس جدا جدا في حاله زي دي، لازم ندور كويس جدا جدا ليكون ده برينولارز بريدمنت تيومر او سمثينج لايك ذات، لكن لا هو ما كانش فيه كده، ودي كانت مانديبولار شوانوم. اوكي طيب الكيس اللي بعد كده برضو لطيفة جدا مع الترايزيمنال، هي ليزان شبه الترايزيمنال شوانوما بالظبط، ماشية مع الكورس بتاع الترايزيمنال نيرف، ومعدية في الفورامن اوفال، ونازلة للماستيكيتور سبيس، وكل حاجة فيها بتقول ان هي ترايزيمنال شوانوما. لكن الحاجة اللي كانت سترايكنج السيجنال بتاعتها ده برايت في تي 1 او هايبر انتنسيف في تي 1، وكمان في تي 2 الانهانسمنت بتاعها جاست بريفرال انهانسمنت بهذا الشكل، فده كان غريب. شكلها ترايزيمنال شوانوما لكن السيجنال بتاعتها غريب، وده السي تي بتاعها. اوكي هنا السي تي كانه سيستيك مورلس كده، سيستيك هايبو 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 دنس ليجن، وموسع، شايفين ده موسع مش مكسر، ده موسع الفورامن اوفال ونازل لحد الانفرا تمبرال او الماستيكيتور سبيس. دي باثولوجيكال بروفن ترايزيمنال شوانوما، ما حطيتش الباثولوجي بتاعها. اوكي بس لكن دي باثولوجيكال بروفن ترايزيمنال شوانوما، واحنا بس هي دي الهدف منها، ان نوري ازاي الترايزيمنال شوانوما ممكن يبقى السيجنال بتاعتها مش لازم تبقى التيبيكال السوليد اللي احنا من قلنا، ممكن يكون فيها سيستيك ديجنريشن، وممكن يكون فيها هيمورج، وممكن ايفن يكون فيها كالسيفيكيشن. وده another example لي 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 ليجن. دي هنا بقى في الهايبوجلوس ماشي، ودي الجزء يا شباب بتاع الاناتومي بتاع السكال بيز لازم 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 تو بي ماسترايزد، يعني مش بس يعني فين الجاجلر وفين الانترنال اوداتوري كانال، يعني لما نشخص دي فيستيبولار شوانوما، لا ما هيش فيستيبولار شوانوما. اوكي دي سنترد على الهايبوجلوسال، سوري سنترد على الجاجلر فورم، دي سنترد على الجاجلر فورم وموسعاه. اوكي فدي نقطه مهمه، دي اللي هي سيستيك كومبوننت، هتبقى بارشالي سيستيك بارشالي سوليد ليجن، ودي برده نفس القصه باثولوجيكال بروفن شوانوما. اوكي طيب الحاله دي برده لطيفه جدا، ودي هي ديفينيت كلمه واحده، يعني ما تحتملش غير ان احنا نقول ان اف 2. طيب ليه ان اف 2 عندنا مالتيبل شوانومز، وده اللي كان نفسي اشوفه مكتوب في الاجابات. احنا هنا عندنا ده الترايجيم، ده سوري ده الاوكلوموتور نيرف، ده السيسترنال سيجمنت بتاع الاوكلوموتور نيرف بايلاترال. اوكي افكتد، شايفين هنا في الكورونال واضح حلو جدا الريليشن بتاع الاوكلوموتور نيرف للسوبيريور سيريبرال والبسيور سيريبرال ارتري، ان هو ماشي بينهم وبين بعض في النص. اوكي تمام، عندنا ايه كمان؟ عندنا من الجومز، ادي واحده من الجوما، وادي واحده من الجوما، وادي واحده كمان ثالثه من الجوما، فعندنا مالتيبل من الجومات وشوانوما في الاوكلوموتور، كمان في الترانجيمينال. شايفين الميكلز كيف على الناحيتين؟ فيهم شوانومز، الميكلز كيف على الناحيتين فيهم شوانومز. عندنا كمان الفيستيبلو كوكلر انترنال اوداتري كانال على الناحيتين فيهم شوانومز، دول لوحدهم يشخصوا ان اف 2. اوكي وانذر من الجيوم وليجنز موجوده عند الفرامن، ما ننساش ابدا 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 نبص على الابر سيرفايكال زي ما احنا متفقين قبل كده، الجزء الابر سيرفايكال كورد ده والسباينال كانال دي لازم نبص عليه. تمام عندنا ليجن محتاجين طبعا نشوفها، نعمل لهم ديديكيتد ستادي عشان نشوف هل دول شوانومز ولا دول من الجيومز. anyway هي الهدف من الحلقه دي ان احنا كنا نوري الاوكلوموتور مين الاوكلوموتور شوانوما، الباقيين معروفين ما فيهمش مشكله، والشوانوما لما تيجي بس في الميكلز كيف الترايزيمنال شوانوما. طبعا هنا في كمان انهانسد، ما ننساش بالمناسبه كمان نبص على السكن، انه ممكن تلقى نيوروفايبروما او شوانوما في الـ في الـ في البريفرال نيرفس في السكن.
والعيان ده كان ان اف 2 ونون ان هو ان اف 2 وكان عنده رايت ابر ليد ليجن ولما اتشالت هي كمان طلعت شوينوم ماشي كان عنده شوينوماس في الابدومن وفي الهاند في كل حته. الحاله دي كمان لطيفه وجي عليها اجابات عجيبه وغريبه كاروتيد بادي تيومر وسيستم سيستك كذا وسيستك او جه عليها اجابات غريبه والاسترنوماستود اللي هي الكولاي يعني جه عليها اجابات غريبه. الاسترنوماستود مصر كويس ما فيش حاجه ماشي. طيب ودي مش سيست لانها انهانسد دي مش سيست لانها انهانسد والسيجنال بتاعتها في التي 1 ما هياش سيجنال سيست يعني دي بص كونتراست ففي انهانسمنت والسيجنال بتاعتها مش بتاعت سيست انما ده ليجن واخد الونج الكورس اوف نيرف ممكن ده يكون الفيجاس نيرف وده في الاغلب كده دي شويه نومه من الفيجاس نيرف ممكن يكون السمباثيتك كتلين والديفرنشيشن بين الفيجال شوانوما والسمباثيتك تلين شوانوما مش واضحه بالنسبه لي بصراحه محتاجه اقرا فيها شويه. anyway هو ده ليجن من اول سكال بيز لحد السبيريور ميدياستاين ماشي وبالكرايتيريا بتاعتنا بقى ويل ديفايند هو هنا برايت قوي في التي 2 اوكي طب ما احنا متفقين ان هي بتبقى برايت في التي 2 ماشي تبقى سيستك او لا هي طبعا في السي تي خادعه وفي السي تي لو حد بيعتمد على الاجزل بس في السي تي هتبقى خادعه جدا لكن في السالجيتال وفي الكورونال واضح قوي ان ده ليجن مع ستراكشر ماشي من السكال بيز لحد السبيرو ميديستاين دي كمان باثولوجيكال بروفن نيوروفايبروما او نيوروفايبروما مش شويه. دي الحاله بقى اللطيفه الحاله اللي قبل الاخيره واللي كل الناس قالت عليها كرويد بلكسس بابلو. طب دي حاله فيري رير وفيري اودر انترا وفنتريكولار شويه اوكي ده الباثولوجي بتاعها انترا فنتريكولار شوانو ما حد فينا شخص انترا فنتريكولار شوانو عندنا حاجه فيري رير وفيري اولد وعليها اكتر من كيس ريبورت فيهم واحد كان 2015 بيقول ان اللي ريبورتد الكيسز اللي ريبورتد لحد 2015 10 كيس اوكي لكن هي الفكره برضو ما ينفعش نقول عليها كرون بلكسس بابلو لسببين السبب الاولاني السن دي 12 سنه ماشي الكرود بلكسس بابلوما السن بتاعها بيبقى اقل من كده. السبب الثاني المهم فين الهيدروكيفلس؟ الكرود بلكسس بابلوما والكرود بلكسس كارسينوما مع هيدروكيفلس عنيف جدا ماشي. طبعا الباترن اوف انهانسمنت شويه مختلف لكن فين الهيدروكيفلس؟ الكرود بلكسس بتسكريت سي اس اف فبيبقى فيها هيدروكيفلس عنيف جدا انما احنا هنا ما عندناش هيدروكيفلس احنا عندنا انترابمنت بس للتمبرال هورن بتاع اللاترال فنتريكل اللي هو فيه الليجن نفسه بسبب وجود الليجن نفسه تمام. لو ركزنا شويه هنلقى التارجت ساين بتاع الشوانوما موجود اوكي شايفين التارجت ساين بتاع الشوانوما موجود كنت امل ان يكون عندنا ليها سي تي لو لقيت لها سي تي هحطه لكم لكن دي باثولوجيكال بروفن طبعا دي فيري رير وفيري اود بس الفكره فيها ان احنا نحط ديفرنشال وفي الاخر لو بس ما نقولش كروت بلكسس بابلو ماشي يعني انا يعني ممكن حد قال من انجيوما وان كان برضو الباترن اوف انهانسمنت مش التيبيكال من انجيوما ان شاء الله في المرات الجايه نوري انترا فيتريكولار من انجيوما لكن ماشي يعني من انجيوما بالنسبه لي افضل بكتير قوي 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 من كروت بلكسس ولا السن وما فيش هيدروكيفلس دي كمان نقطه مهمه تمام. ودي الحاله رقم 10 والحاله الاخيره ودي حاله من ام دي اندرسون الحاله دي باثولوجيكال بروفن اوكليموتور شوانوم تمام. طب احنا عندنا ايه ما عندنا ليجن فيري ويل ديفايند ما هواش اوبتيك نيرف ماشي عشان الزملاء اللي شخصوه اوبتيك نيرف ما هواش اوبتيك نيرف الاوبتيك نيرف ديسبليسد بالماس ما هو يعني ده حتى مش الليفل قوي بتاع الاوبتيك نيرف ده ليفل اعلى حاجه بسيطه من الاوبتيك نيرف. الحاجه الثانيه لما مكمل لورا ما هواش مكمل اوبتيك نيرف اوكي لما مكمل لورا هنا مثلا ما هواش مكمل اوبتيك نيرف فدي اوكليموتور شوانوما واحنا شفنا كده الاوكليموتور شوانوما مره وهي في مره وهي في السيسترنال سيجمنت ومره وهو انترا
اوربيتال. الاوكلوميتر شوانوما بيدخل من السوبيريور اوربيتال لفيسر بيتقسم لسوبيريور وانفيريور برانش، وده ده موستلي طالع من السوبيريور برانش. اوكي، اي هوب ان احنا كنا غطينا الشوانوما كويس، جمعنا الشوانوما غطينا. طبعا في كاتيجوريز ثانيه وفي اشكال ثانيه للشوانوما، بس اي هوب ان انتوا نكون عملنا تجميع كويسه للشوانوما.